ربنا ليه كمان الرحم هذا كان سوي الايام الاخيره ربنا يحتسبها في ميزان حسناته. كان تعبان قوي، تعبان من شهر 11 اللي فات. حتى مدام سعاد كانت عندنا وشافته اياميها، كان تعبان جدا ورحله طويله طويله، وكان صابر وراضي، كان دايما يقول الله الله يرحمه. حضرتك اكتشفتوا اللي هو مرض الفنان كان امتى؟ وهل تم اكتشافه بالصدفة ولا هو كان بيعاني من قبلها؟ بالصدفة، لان شهر 3 اللي فات كان عنده كورونا ودخل مستشفى عزل، وطلع من مستشفى العزل دخلته مستشفى خاصة وصحى بقى كويس وزي الفل. بعد كده كان اياميها برضه بيرجع، فقالوا الكورونا جايله برضه. قالوا كورونا جاي من بطنه وتعالجوا بقى كويس. حضرت معاه برضه اعمال يعني مش متذكره بسبب الظروف. كان الاحترام الكل ليه، الكل يقول له دليلي، حاسين كده ان هم هو البركه بتاعهم. طب يا فندم، ده من فتره زواج حضرتك بالفنان كانت كام سنه؟ 11 سنه وشهر ونص. الصلاة بس اصحى الساعة 1 أو 2 بالليل يصلي تهجد، بعد التهجد يصلي الفجر، يقوم يصلي الضحى ويفطر ويخش ينام ويقوم الظهر يصلي الظهر. كان هو كده حياته، ما فيش غير كده. حتى ايام لما جت كورونا اشترى مايك، كان بيأذن الفجر في البلكونة عشان يصحي الناس تصلي الفجر. ربنا يجعله في ميزان حسناته. يعني فترة غد المساجد. ايوه. كان بيأذن من البلكونة. هو كان ما شاء الله عليه حلو جميل، بس ما حدش كان بيحس بيه غير الجميل زيه. الحاج محب كان سعيد قوي ومجوز بنتي، لأنه كان فرحان لأنه ما انجبش. كان بيعامل ولادي زي ولاده بالظبط، لدرجة إن احنا لما كنت أتخانق معاهم كنت أقول لهم أنا هسيب لكم البيت وأمشي. يعني حسبهم اللي هم كمان. عمره ما حسسني ان هم مش ولادي. حتى ابني لي واخت من ابوه حبت انها تيجي عندنا مصر، فتح لها البيت وقعد. مين يرضى بكده؟ بقيت اقول له يعني انت موافق انها تيجي؟ يقول لي البيت مفتوح، اهلا وسهلا للي يجي. طب يا فندم، يعني زياراته بقى البلد هنا كانت عامله ازاي؟ هو كان بيجي على طول، بس فتره مرضي ما كانش بيجي كتير. ما كانش بيجي كتير خالص، لانه كان تعبان وما كانش بيقدر، وكانت الدكاتره بتاعته في مصر، طبعا هنا الدكاتره خلاف مصر. طب كان اخر كلامه ليك يا فندم ايه؟ ولا كان يعني دايما يقول لك اخر كلامه بالظبط؟ دخل بنتي وقال لها بوصيك بماما، مسكت ايدي وبسته وقالت له فهنا يا بابا، ونادى لابني قال له بوصيك بيها، ونادى لجوز بنتي قال له انا بوصيك على حماتك. ده في اخر ايام في المستشفى، اخر ايامه، اخر 5 ايام كان يعتبر في غيبوبه. كان بيكلمني بالاشارات ما عدا اخر يوم. اخر يوم ده يعني كان خلاص، كنت بخش له مفيش، ماسكه ايده راح ساحب ايده مني، فانا قلت بيتهيأ لي، لقيته بيضحك. اتبي كان بيموت وانا مش حاسه. اخر يوم كان بيتشاب، اخر لحظه كان بيضحك لي. ايوه. انا قلت ساحب ايده من ايدي، بست ايده وبست رجله، لان الزياره كانت بتبقى ساعه، فهم كانوا عارفين الحاله متاخره، فكانوا بيسيبوني شويه اقرا له قران.